ماشي، بسم الله. طاقتك ايه ده في الفترة دي عاطفية؟ يعني بنشوف العاطفة بتاعتك، الحياة العاطفية ماشية ازاي؟ خلينا نشوف من القادم في طريقك عاطفية. ايه تو فويسز عندك؟ خلينا نقول نظرة للمستقبل في العلاقة العاطفية اللي انت فيها. انا شايفاك بتبص للعلاقة العاطفية اللي انت فيها دي على اساس ان فيها خير ليك، على اساس ان جاي منها خير، على اساس ان هيكون فيها تطور ايجابي كبير قوي بالنسبة لك. ده اللي انت شايفه وده اللي انت حاسه، ودي الطاقة المسيطرة عليك في ال10 ايام دول. عندك احساس بان الخير جاي لك من العلاقة دي، عندك احساس ان العلاقة دي هيكون فيها تطور ايجابي، حاسس ان النقط الاختلاف ما بينكو، النقط السلبية ما بينكو مش هتبقى ولا نقطة اختلاف ولا نقط سلبية. ماشي، خلينا بقى هنا نبدأ القراية بتاعتنا ونشوف بالظبط وبالتفصيل ايه التوقعات العاطفية. لو انت عازب، لو انت منفصل، لو انت مرتبط، لو انت متزوج، كل الامور دي هتناسبك. ايه السلام؟ احنا جاي لنا ايس اوف ماتيريالز بيشو بويز وجاي لنا ايت اوف ماتيريالز. اول حاجه وضح لي ان في اشخاص كتير حواليك الفتره زياده، لو اشخاص معجبه بيك، اشخاص بتحاول ان هي تخش حياتك، اشخاص من الماضي جايه تاني، اشخاص في الحاضر ما كانش في علاقات عاطفيه ما بينكم ولكن في دلوقتي خلينا نقول اعجاب، في نوع من المراقبه. أنا شايفة إن في أكتر من فرصة عاطفية للدلو، وشايف إن الفرص العاطفية اللي جاية لك دي حاجة أنت في منهم أنت منتظرها، في منهم مفاجأة بالنسبة لك، وفي منهم أنت مش محتاج العلاقة العاطفية دي، أنت ممكن تكون مرتبط ولكن شايف في شخص بيحاول يعني بكل جهده إن هو يلفت نظرك أو إن هو يخش حياتك. Page of Boys جاي هنا هيتفق مع 8 of Boys. ليه بقى؟ عشان اقولك ان انت فعلا نظرتك للمستقبل ونظرتك للحياة العاطفية اللي انت فيها واضحة اكتر. يعني كان في الشهور اللي فاتت بعض النقط كده المبهمة، بعض النقط اللي مش فاهمها، بعض النقط اللي شاكك فيها وضحت لك. وضوح النقط دي خلاك حاسس بان انت في العلاقة الصح، خلاك حاسس ان العلاقة دي هي العلاقة دي اللي هيبقى فيها تطور، هي العلاقة دي اللي هيكون فيها استقرار ذهني وبدني وعاطفي ليك. يعني وضوح الاشياء دي زي وضوح الشمس والقمر. سبحان الله، ربنا وضح لك نوايا الشخص ده، اسراره، صفة نيته ليك، مشاعره الحقيقية ليك. فأنا شايفاك حاسس بطمأنينة الفترة دي، شايفاك حاسس إن أنت مش مضيع وقتك، شايفاك حاسس إن أنت في العلاقة الصح. ده منديك طاقة إيجابية، منديك سعادة. Ace of Materials، حاسس بنفسك وحاسس بقى مقدر نفسك، مقدر جمالك، حاسس بإن أنت تستاهل كل خير. عايز أقول كمان مجتهد الفترة دي في تطوير مظهرك وشكلك وحياتك. أنا عايز أقول الطاقة الإيجابية اللي عندك هتغير لك حاجات كتير قوي الفترة دي، مش ال10 أيام دول بس. عندك إحساس بالتغيير، عندك إحساس بإن أنت أي حلم أنت نفسك تحققه هتحققه، أي مظهر عايز تظهر بيه هتظهر بيه. واضح كمان للعازبين عندكو، يعني عايز أقول طاقة تفاؤل وطاقة إن خلاص اللي أنا عايزه هيحصل عالية جدا، عالية لدرجة ان انت بتبقى نازل من البيت حاسس ان النهاردة هو اليوم اللي هتقابل فيه الشخص اللي هتكمل معاه حياتك. طاقة ايجابية ما شاء الله عالية جدا، هتدفعك لان انت تحقق حاجات كتير قوي ما كنتش قادر في الماضي تحققها، هتدفعك ان انت تتجرأ، هتدفعك ان انت تدي فرصة للاشخاص اللي حواليك اللي عايزين يخش حياتك، ان انت تفتح لهم الباب، تشوف نواياهم ليك، تشوف مشاعرهم ليك، شوف الصادق من الكاذب. ماشي، عايز اقول طاقتك عجباني جدا جدا الفترة دي، والاحداث كمان معاك ما شاء الله يا دلو.
يعني الأحداث معك تكون سريعة وهتكون إيجابية. The Sherwood و The Lovers أنا بقول لك طاقة إيجابية. وهنا Mouse and Voices. الحمد لله الطاقة هنا إن العشر أيام دول عاطفيا حقايق، أشياء هتبان لك بالألوان الطبيعية، طاقة من التفاؤل، طاقة من الاستقرار العاطفي. يعني ماوس اوف فويسز هنا بيقول لك إن أنت مفتوح لك أبواب جديدة، فرص جديدة، أنت عازب في فرص جديدة كتير، وأنت منفصل في فرص للرجوع. مش فرص للرجوع وبس، لا، ده فرص للرجوع وفرص دخول اشخاص جديده في حياتك، وانت ليك الحق ان انت تختار. عايز تكمل حياتك مع الشخص اللي انت منفصل عنه، ده اختيارك. عايز تشوف الشخص الجديد نواياه ليك ايه، اسلوبه معاك ايه، ايه الايجابيات والسلبيات من العلاقه دي، برضو انت صاحب الاختيار. بس الباب هيكون مفتوح لك على الناحيتين، انت بنفسك اللي هتاخد القرار، انت بنفسك اللي هتشوف ايه اللي في مصلحتك وايه اللي تبعده خالص عن طريقك. The lovers، حب جديد، دخول في علاقة عاطفية جديدة، نقط بسيطة قوي كان فيها اختلاف ما بينك وما بين شخص ما، هتتحل المشاكل دي. هتحس دلوقتي بمشاعر الحب الحقيقية من الطرف ده، هتحس دلوقتي ان حياتك ايجابية بنسبة كبيرة قوي، هتحس ان مشاعرك للشخص دي مشاعر حقيقية. عايز اقول كارت ذا لافرز هنا بيمثلك، بيمثل العلاقة العاطفية اللي انت فيها، بيمثل دخولك علاقة عاطفية جديدة، بيمثل تكميل علاقة عاطفية انت كنت قلقان منها او كنت خايف منها. يعني بنسبة عالية جدا 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 واضح لي هنا ان كارت ذا لافرز بيطم من قلبك، بيقول لك لو انت في علاقة عاطفية انت في العلاقة العاطفية الصحيحة. لو انت دلوقتي بتدور على شخص، بتدور على شخص مناسب ليك، بتدور على شخص يساعدك، كارت ذا لافرز بيقول لك هو خلاص ما بينك وما بينه خطوات، اتملى بالصبر، خليك زي ما انت بتوقف التفاؤل دي. الشخص اللي انت بتدور عليه هو بيدور عليك، في هنا مشروع علاقة عاطفية فيها حب صادق، فيها استقرار وفيها سعادة للطرفين. يعني زي ما انت بتبحث عن شخص يسعدك وتستقر معاه وتحس بالأمان معاه، دي نفس مشاعر الشخص اللي انت هتقابله لو انت عايز. زي ما قلت لك لو انت في علاقة عاطفية، لو انت متزوج، لو انت منفصل عن شخص انفصال مؤقت مشاكل بسيطة، واضح ان هنا في تطور المشاعر، في إحساس بالمشاعر، في إحساس بالحب الحقيقي. هيجي لك الإحساس ده، هتتأكد منه. زي شيرويد بيقول لك إن أنت واقف على أرض صلبة في العلاقة المهتزة، بمعنى أنا شايفاك ممكن تكون في علاقة عاطفية فيها بعض المشاكل، فيها بعض السلبيات، فيها بعض الأشخاص اللي بيحاولوا يبعدوك أنت وحبيبك عن بعض، بيحاولوا ان هم يقفوا في طريقكم او بيحاولوا ان هم يزودوا المشاكل اللي ما بينكم. واضح ان انت في الوقت الحالي واقف على ارض صلبة. يعني ايه؟ يعني الاشخاص دول مش هيقدروا يعملوا في العلاقة العاطفية دي حاجة، الاشخاص دول مش هيدمروا العلاقة العاطفية، مش هيقدروا. انت وحبيبك هتقفوا وهتتصدوا للاشخاص دي، انت وحبيبك قد الاشخاص دي وقدها وقدود. انت دلوقتي عارف ومتأكد ان الكلام اللي بيتقال من ورا ظهرك، الاشخاص السامة اللي حواليك، الاشخاص السلبية اللي حواليك مش هيقدروا يأثروا في الحب القوي اللي ما بينك وبين حبيبك. هيحاولوا لكن مش هيقدروا. ماشي، ناخد كارت نصيحة عامة لبرج دالو، عشان انا شايفة ان ما شاء الله القراية العاطفية بتاعتك العشر ايام دول كلها خير وكلها فرص وكلها ثقة في النفس وكلها ثقة في الحبيب اللي انت معاه. ولو انت عازب في شخص مناسب وزي ما انت بتتمناه قريب قوي منك، او انا بعنيها قريب قوي قوي منك يا تل. يعني لو فتحت عينيك كده، لو بصيت حواليك كويس هيكون هو حواليك. اوكي،
فكرت عشوائي. برنس اوف سبرينج، لسه بقول لك هو حواليك وهنا بيوصفوا لك الشخص القادم في حياتك، بيقولوا لك الشخص ده شارمين، جذاب جدا، واثق في نفسه، باشن، عنده احاسيس وطاقه ورومانسيه وريستلس. الشخص ده الشخص اللي يروح الشغل ما يبطلش يوم شغل، دايما رزقه واسع، دايما بيبحث عن رزقه لو فين. الشخص ده هياخد معاك اكشن سريع، immediate action. يعني ايه؟ الشخص ده هيتعرف عليك وفي نفس الوقت على طول هيقول لك مشاعره، في نفس الوقت على طول هيوضح لك قد ايه هو محتاج لك او قد ايه هو عايزك. الشخص ده انت ممكن تكون معاه بالفعل، ومزايا شخصيته، مزايا اسلوبه معاك هيوضح لك اكتر. هتعرف ان الشخص ده نبيل، هتعرف ان الشخص ده شجاع، هتعرف ان الشخص ده رومانسي، ممكن تكونوا في علاقة عاطفية، ممكن يكونوا على فكرة في علاقة عاطفية بقالكوا كتير، بس الاشياء دي هتبدأ تكتشفها دلوقتي ومستريح لك. هيبدأ يطلع المشاعر الحقيقية، يبدأ يقول لك اسرار ويبدأ يطمنك عليه. ده اللي جاي لك في الفترة دي، دي النقط اللي هتبسطك وهتسعدك في الفترة دي. برج الدلو، أتمنى لك الخير والسعادة. دي كانت توقعات العاطفية للفترة من 5 ل 15 نوفمبر. أتمنى لك الخير والسعادة. أوعى تنسى تعمل لايك للفيديو، ولو أنت أول مرة تتفرج على القناة اشترك في القناة، فعل زر الجرس، متنساش الشير.